عجبكش قاعدين نناضلوا من أجل الماء من أجل الكهرباء من أجل الدواء من أجل الحليب من أجل كياسات نظيفة بيئة نظيفة. فيعني المشكل وين هنا؟ المشكل السياسي أنه السيد رئيس الحكومة تعهد بالإفاء بهذا الالتزام قبل العيد ويعطي لي رابيل متاع ليزوغمونتاسيون متاع جرايات التقاعد. شوف أنا نزهر رئيس الحكومة، أنا مشني من نوع اللي يدخل في إطار معناها في سياق حملة ممنهجة نعرفوها الناس الكل مركزة على رئيس الحكومة. أنا لا أنخرط في أي حملة ممنهجة ضده هو وإلا ضد شخص، أنا نزهه. ولكن الحكومة رأي فريق متكامل، هي مؤسسة مش شخص. أكيد أنه صار عدم انسجام في تجسيم وتنفيذ ما تعهد به رئيس الحكومة. لا بروف، الدليل في ذلك البريد خلص المتقاعدين وخدم نوصل ما نهار الجمعة خدموا نهار السبت بصفة استثنائية والمتقاعدين قاعدين يكتبوا في الفيسبوك في شبكة التواصل الاجتماعي اللي خذوا الجرايد مديح. هذه الموضوع تطرح في القطاع البنكي في بنكة بالخصوص من غير ما نسميوها في السرعات فبني. وجمعية المهنية للبنوك اللي هي معناها سلطة الإشراف على القطاع معناها البنكي تخرج معناها بيان صراحة مضحكة والبارح رئيس أحمد كرم كان يدخل معنا وبصر بار إن بان تكنيك. شنو بان تكنيك؟ شنو موظف نزل على فلسة غالطة كسر ديرسة بان تكنيك تواصل حتى النهار الاثنين حتى النهار الثلاثة. البارح ناس ما خذتش الجرايد. شوف رأي القضية ولات قضية مصداقية دولة قطع نظر على الأشخاص. فما زاد كيف كيف رو المتقاعدين يقارب عددهم 800,000 900,000 بالتحديد 900,000 معناها الناس الآن معناها مصدومين خزان انتخابي كبير وكبير جدا ومصدومين خاطر ما عادش مطمئن اللي بشي ياخد في خريف العمر متاعه فلوسه فلوس ولا خايف عليها اللي صناديق مؤتمنة راي عليها الصن ديبوزيتير مؤتمنة على أمانة جرايات المتقاعدين اللي هي فلوسهم فلوس وعرقهم وجهدهم عمره كامل اللي يخدم فيه 30 سنة على الأقل. هذه وضعية رأي هذه وضعية الخوف اللي اجتاحت كل الطبقات الاجتماعية بالضبط كل الفئات الاجتماعية رأي معطى خطير. علاش؟ على خاطر ثم في السياسة شارل ديغول يسماها المورال دو لا ناسيون معنويات الأمة. إذا معنويات الأمة راهي تتضرب هاو بحكاية الماء بحكاية الدواء بحكاية الجيرات تقعد وحبل على الجرارة كل يوم تخرج لك معناها حاجة هاو. البارح تتكلم على شارع بورقيبة وتتكلم على رجعت للتسجيل وتتكلم على شارع ثورة وديما هي تحكي على شارع ثورة. أنت رئيس بلدية جميع مواطنين تونس العاصمة كيف تقول شارع ثورة؟ هذا موقف سياسي. أنا ما نصورش ماكرون جي في الشانز شو دعم مثلا تنجيز الساعة منا لنا الساعة بشوية نرجعوا لها لنا أعطينا منظر في آخر اللي ديتم داعه حمل المسؤولية للسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة كما أنت سمير توا قلت بالحق بغض النظر على الأشخاص كما صناديق الاجتماعية مؤتمنة حتى السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة مؤتمنة زاد على فلوس الناس هذوم. شوف أنت بان شو معناها بان ألا يتم فتح بحث تحقيقي لليوم مش معناها سيتان بروبليم دو كومونيكاسيون إيمان. ثم قضية اتصالية راي في السياسة سي لا كوم اللي هي مش موجود. شفت البلاتو هذي يجيك وزير فبني يافس في الصحن يجي طب هاي عمه وقت تولي البوس فبني هاو علوش 250 هاو الشوفير متاعي اللي يجيب لي في كلام هذا وزير يحكي هكا. الاخر بتاع وزير النقل قال على الوساخ بتاع مطار تونس قرطاج قال حاجة عادية تنجيب لكم تصاور حدث ولا حاجة تصاور بتاع مطارات اخرى مسخ. هذا وزير النقل يتكلم معك سي سكوندالو فضيحة. اذا فما كلمة اقوى منها قولوا لي فضيحة سي سكوندالو معناها نبرر الوساخ. شنو تقارن مطار تونس قرطاج بمطار الصومال مثلا باش ما نجبدش دول عربية شقيقة؟ مش معقول مش معقول ولا تشاد ولا نيجر ولا ان يقف رئيس الحكومة يتفرش في هذوما الكل هذوك شكون يتحمل المسؤولية؟ شوف المشكل انا
هذا الوضع في التشخيص نتاعو احنا باعتبارنا ملاحظين مستقلين هنا في البلاتو انت كمنشطة وخونا منذر به. ثم اطراف تتسنى في الدورة باش تسيس المواضيع باش تقلب معناها الشعب بين ظفرين المتقاعدين ضد رئيس الحكومة. فما ناس راهي تسجل في نقاط كيما قضية محكمة التعقيب كيما معناها فما ناس تسجل في نقاط سياسية وسياسية لأنه الحكومة خلت لهم الثغرة لأنه نقص الكفاءة خلى لهم الثغرة. سمير أنا شو نقول؟ قول للسيد رئيس الحكومة راي الحكم نتيجة سيتا ريزولتا. وشنو النتيجة اليوم تاع حكم يوسف الشاهي؟ الحكم راي السياسة اون اوبليغاسيون دو ريزولتا التزام بتحقيق نتيجة. أنت في الحكم عندك دواليب الدولة عندك السلطة التنفيذية وخاصة بالنظر نتاع الدستور هي السلطة التنفيذية المركزية في الدستور معناها رئاسة الحكومة. أنك نشوف توا بيان يقول لك حتى فني سي ريبارابل سي ان باردون ايش يقول لك في في دولة أخرى ما نقولش حتى ديمقراطية يطيروا كيف بي دي جي شوف لي بي دي شوف سامحني راهو طار البي دي جي تاعش يطيروا يطيروا ما يقعدوش في مصر ايش نقول لك في مصر في مصر اي تاو في مصر اللي هي بتاتر مش اللي هي مش ريفيرونس نتاع ديمقراطيه صارت يصير حادث نتاع ترامب بنهارتها يطير وزير النقل سي ان باردونار راهي الارواح ما عندها ثمن يا اخي اليوم شو اللي صار أنا البكاء بتاع المتقاعدين وحسرتهم ولوعتهم ما عندها ثمن لأنها غير مسبوقة سي أن ديلين دو لا تونيزي. أنا ناخو إجراءات يا خويا ردعية أنا ما نخليش الخطأ بدون عقاب ولينا نكرسوا في سياسة لامبونيتي وزير يتكلم معناه تحدي واستهزاء واستخفاف ومس من معنويات التونسيين وردوا لناسيون. أنا يا خويا أنا جوري فوكس مينيس وزير الصحة فش قاعد يعمل شو مردوده وزير نقد شو مردوده وغيره 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 برشا وزراء فشل عندي أنا أبار تروا وكاتر بتاع وزراء السيادة فش قاعدين يعملوا هذوما وكراهب وشهريات ودرشنوه ويجي ويبمبيلك في 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 بلاتو ويقريك ويعطيك في دروس متاع وطنية ويزيد معاك هذه بيديجيات أخفقوا متاع صناديق في فضيحة غير مسبوقة. أولا ساعة معناها سدوا ضربة المصداقية رئيس حكومة أنا كتبت استاتيو الناس تغلي على حكاية الجرايد علاش على خاطر فما قضية رأي مصداقية رأي الحكومات شادة في كلمة برك خليني من البرامج والاستراتيجيات كلمة المصداقية سيتيو بيرتا كريديبيليتي إيمان اون فوا سكي لو كان يوم سمير عبد ما عادش يصدقوك هذه سي ان كونترا دو كونفيونس الحكم شنو هو عقد ثقة إذا سيت كونفيونس إي رومبو على الدنيا السلام منظر بالضيف أنا الحقيقة شوف سمير أنا في تقديري الواضح الآن أنت قلت كلمة أنه السياسة هي نتائج النتائج الحقيقة البيلان إلي لارجمون نيجاتيف الحقيقة وهذا مش تجني لا على رئيس الحكومة ولا على الفريق اللي يخدم عنه ثم الحكومة متاعنا كما كنت نحكي قبيلة ثم مشكل هيكلي داخل الحكومة الحكومة تحسها كأنها جزر ما ثمش تضامن حكومي ما ثمش أنيماسي أن بون أنيماتور للغوفرنمون حتى وأنا يتحمل المسؤولية سيد رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومه ما عندوش ان بون كابيني تتبع معاه وتاقف وراه وكل شيء سيد رئيس الحكومه ما عندوش ان بون كومينيكاتور باش يفسر يفسر للناس وكل شيء انا تبعت مساله مثلا الجرائيات وكل شيء الجرايات كانت تم خطة اتصالية واضحة ونظيفة ومخدومة بكذا ما كانش تقع الكارثة هذه كل هذا واحد واثنين مسألة اخرى مهمة يقولوا انه معناتها الرئيس الحكومة وعد بزيادات وكل شيء لكن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك أيضا أريد راهو ثم مشكل حكم الآن في تونس أنت قبل تو أخي أنا والله باش نقول كما قالك أنا شكون يحكم في تونس الآن الحكم في الظاهر ثم سلطة مركزية لكن الحكم مشتت بين القصبة وبين كارتاج وبين مونبليزير وبين لاك وبين القوى الخفية وهي التي تتحكم في اللعبة القوى الخفية من لوبيات وزمر ضغط وغيرها في الداخل وفي الخارج معناتها وانت سيد الناس وسيد عارفين هذا ما حدش يخفى على حتى حد اي مواطن تونسي سي سمير نخرج هوني هنا في الشارع الاقرب شارع واقرب قهوه تو يحكي لك الكلام نقول فيه انا دونك الناس افيرتي ومثقفة وواعية وبل أصبحت أنا حبيت نقول اليوم كلمة في الثلاثينات القرن العشرين إيمان كانت النخبة متقدمة على المجتمع ونحكوا على طهر الحداد وغيره كان حركة إصلاح قوي في الثلاثينات القرن لكن تو المجتمع متقدم على النخبة
لان المجتمع التونسي حيوي وعنده لي فيرفيسونس. انا ريت مثلا البوليميك سي سمير اللي وقع في الفتره الاخيره حول تقرير مدام بشرى بالحاج حميده. البوليميك بالنسبه لي انا بقطع النظر معايا ولا ضد ما يبين حيويه المجتمع التونسي. انا نهار ريت المسيره الموجوده هذيك نهار 13 اوت ريت مسيره تعبر عن بحق المجتمع التونسي المدني. اي حيويه المجتمع وايضا المجتمع اللي المدني. هي هذا ومؤشر خير هذا ومؤشر ايجابي وايجابي جدا. كيفاش تقول لي امام ازمه الاحزاب القوى الحراك المجتمعي والمجتمع المدني والحراك النسوي والحراك معناتها المنظماتي قادر على انه ما نقولش يعوضها لان السياسه للاسف الديمقراطيه تقام بالاحزاب كقوه مضاده صحيح يلعب دور. النهار اللي خرجوا في المظاهره هذيك هم خرجوا يدافعوا على التصورات على برامج على نمط مجتمعي على مشروع مجتمع غير ذلك لكن في اطار من الحيويه ومن الاحترام للوحده. اذا المجتمع التونسي انا في تقديري ومن خلال مقاربه سوسيولوجيه لما حصل احنا نعيشوا مخاذره راهو وقع في 11 جام في سي سمير هو زلزال وكل زلزال 14 جام فيه وكل زلزال باش يكون عنده تداعيات ومش سي با فاسيل باش نوصلوا في 5-6 سنين باش نعملوا ثم مخاذ. وحتى الفشل اللي نعيشوا فيه الان انا في تقديري اقول هذا الفشل يلزم نفهموه جدا ايضا في ونحطوه في السياق اللي حصلنا فيه وهذا لا ينفي مسؤوليه الحكومات مش نبررها لكن نحاول ان نحلل بصفه موضوعيه. لكن الان الحقيقه السيد رئيس الحكومه هو في تقديري مع حبي واحترامي لي هو يتحمل مسؤوليه لوحده طيب. عن اداره الاوضاع في البلاد. سي سمير عبد الله اليوم البلوكاج السياسي هذايا تقول يتحمل مسؤوليه منظر ولكن ذولي ايضا بدا يتحرك رئيس الحكومه. نهار الاثنين من المنتظر الاعلان عن تكوين كتله نيابيه برلمانيه جديده برشا كلام تقال عليها خاصة في ظل الاستقالات اللي صارت من الكتل البرلمانية السابقة وتوا بنت الرئيس قال اعلن عليها في نادي صحفي نهار الاثنين قيل وانه هالكتلة البرلمانية هذه ستكون كتلة داعبة كريمو ليوسف الشاهد. هي شوف فما هذه نقطة ضوء معنى إيجابية فما حركية سياسية كبيرة قاعدة تصير هالمدة هذه هالأيامات هذه على مستوى معناها مجلس نواب الشعب اللي هو معناها السلطة الأصلية يعني في البلاد. فما تحركات نحو معناها إنشاء كتلة وازنة معناها يكون محورها النداء ومشروع تونس والأحزاب التي انشقت من المشروع باش تكون كتلة وازنة ومعناها تحاول تحدث التوازن في مواجهة يعني كتلة النهضة القوية المتماسكة. وفما زاد كيف 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 بالتوازي فما ديناميكيه معناها سياسيه معناها القطب نتاعها هي الكتله الوطنيه اللي يتراسها النائب مصطفى بن احمد واللي فيها السيده بشرى بن الحاج حميده والمنشقين من كتله المشروع الصحبي بن فرج وليلى شتاوي وغيرهم وغيره. يعني حركيه انا نقول يعني مباركه علاش على خاطر لازمك تربطها باستحقاق يعني سياسي مفصلي تاع 2019 سي دون 4 موا 4 شهور أي. اللي توا يحكيوا على معناتها تغيير حكومه يعني سي نونسونس معناها بعد 4 شهور مش ندخلوا في سنه انتخابيه وسياسيه معناها بامتياز دونك 4 شهور سي دوما في القاور واحنا يعني في جانفي. التحركات السياسيه هذه تحاول باش تخرج باش تخرجنا من المازق لانه احنا توا ديفون في امباس حقيقي. فما كتلة متغولة فما حزب متغول هو حركة النهضة في المقابل فما معناها نداء معناها ضعيف مشتت مشقق يحاول الآن فما مبادرات يعني معناها داخله باش يلم شتاته مع الأحزاب المشقة وعلى رأسه يعني حركة مشروع تونس. وصار يعني لقاء في مقر يعني نداء تونس ما بين معناها وفد يمثل المشروع ووفد يمثل يعني النداء. أنا شوف كل عمل يلم شمل العائله الديمقراطيه التقدميه انا مباركو. علاش؟ من منطلق ديمقراطي. راي الديمقراطيه ما تنجم تمشي كيما في فرنسا كيما في مع حزبين كبيرين. فهمتني؟ عندنا حزب يميني محافظ اسمه حركه النهضه وفي المقابل لابد من كتله تاريخيه ديمقراطيه تقدميه تلم الشتات. شوفوا الصيغه جبهه كتله كبيره شتات يعني الحدثيين والتقدميين لانه قادمين على استحقاق معناها نقابي كبير ما نحبوش سيناريو الانتخابات البلديه يتعاود لانه انتكاسه راهو للديمقراطيه ما فماش
قوة يعني متوازنة، يعني ضروري أنه الاستحقاق هذا يتم ما بين دو بول كبار كما في فرنسا، حزب الاشتراكي والحزب الديغولي، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أمريكا، في ألمانيا، في إسبانيا، في إيطاليا. فيعني ضرورة أنا المسار هذا يمباركو كسسوا الكتلة اللي يقولوا قريبة من يوسف الشاهد من رئيس الحكومة، وهذا من حقه كرئيس حكومة تكون عنده معناها كتلة معناها منسجمة ومعناها وزنة عاددية. كذلك يعني النداء هو في صدد معنى عملية إعادة بناء واسترجاع يعني الشقوق المنشقة عنه، معنى حركية سياسية نعتبرها أنا إيجابية كما قال أخونا منذر، ذي معناها يدعم حيوية معنى المجتمع المدني اللي شفته في 13 أوت وهبطن الأفنوي في 13 أوت، والله شيء يعمل الكيف، قطع نظر على الشرعارات المر، تشوف حراير تونس، تشوف تونس اللي تشبهنا، تونس المزيانة، تونس متاعنا، تونس تغني، حماة الحماة، علم واحد يرفرف علم تونس، الألوان إزاي، هذيك هي تونسنا، هذيك هي تونس متاعنا، هذيك هي تونس اللي نحبوها، بقطع النظر على الإيديولوجيات، هذيك تونس سجلت حضورها وبقوة كقوة وازنة، وأنه هذا التيار التغريب نستعمل على خاطر يستعملوا فيها الكلمة هذه النهضة والجماعة متاعها، تيار تغريب التونسي على نمط الحياة متاعه. التونسي راه مش مستعد، أنا نشوف فيهم في الشط، نشوف فيهم في البسينات، في التونسي يحب يعيش نمط الحياة متاعه مش سعيد 150 يحب يعيش، يعمل الباربيكيو، يمشي بود نمي، يشبح ويقوم بعبادته وراه ويصوم ويصوم. هذاك هو التونسي اللي يميزه على المصري وعلى الليبي وعلى العراقي وعلى اليمني وعلى السعودي. ماذا بالضيافي على ذكر الكتلة الجديدة ذي بدأ يظهر لي السباق نحو 2019؟ بالفعل تو الحراك السياسي القائم الكل هو في علاقة باستحقاقات 2019 الانتخابات التشريعية والرئاسية وخاصة الرئاسية، وهنا من بين المفارقات إيمان والله مفارقة عجيبة غريبة في تونس. مفارقة عجيبة غريبة في تونس، أنه ثم اهتمام بالانتخابات الرئاسية في الوقت اللي منصب الرئيس كما موجود في الدستور بتاع 2014 لا يعطيه صلاحيات كبيرة. راهو الباشا قايد السبسي اللي طبيعته رمزيته وتاريخه والسلطة المعنوية والأدبية اللي عنده هو الفك خلاته يفك صلاحياته ويمارس دور في الفترة الأولى، لحتى تو ما عاش يمارس دور النظام السياسي ماهيش من مصادر صلاحات. دونك في تقديري انه حق الاهتمام الكل ينصب على الانتخابات التشريعيه، لانه السلطه هي موجوده في البرلمان، السلطه الحقيقيه لاكاد يكون قدامي استاذ قانون وكيف افتي ومالك في المدينه، معناتها النظام يكاد يكون نظام مجلسي، نظامنا السياسي معناتها السلطات كلها في البرلمان في مجلس نواب الشعب. هنا هي المفارقه الاولى والاساسيه. لكن انا ايمان اكدت في اكثر من مناسبه وقلت هنا في البقعه هذه انه يوسف الشاهد عينه مش على كارتاج، يوسف الشاهد عينه على نداء تونس. يوسف الشاهد وهذا ذكيا نعتبره إذا خيار مهم جدا، لأنه ما ينجم يعمل السياسة إلا بحزب قوي ومهيكل وقادر على أنه ينافس، خاصة في نظام كما قلت لك نظام سياسي مجلسي، نظام سياسي برلماني في تونس. إذن أنا في تقديري أنه الرهان القادم سواء أمام يوسف الشاهد ومن حقه أي واحد باش يمارس السياسة، هو الآن يوسف الشاهد هو لاعب رئيسي في الحياة السياسية، سواء من موقعه كرئيس حكومة وفي حالي. تونس وفي تونس من يملك السلطة يملك الممارسة ويملك لعبات ويداه مطلوقتين للهبات ولممارسة نفوذ السلطة، وإحنا شعب نحب السلطة وهذا الحقيقة سوسيولوجيا، لأن السلطة دائما الناس تحن للسلطة وتريد أن تستفيد من غنائم السلطة ومن ريع السلطة، هذا موجود وخاصة في تونس. واحد واثنين مسألة أخرى أنه ثم التفاف حوله من نواب من بعض القوى. احنا كنهار جاب حذانا النائب سي بن فراش وقال أرى يوسف الشاهد قادر على لعب دور مركز، عنده الحق يرى ذلك، ليس كيفاش نصادره احنا حق الرجل. إذن لكن الرجل يبدو أنه إيمان انطلق للعمل الجدي، ما عادش يعرب عن النوايا، انما انطلق والكتله اللي تتشكل اللي باش تجم ضم بين 35 و40 نائب كتله هي مسانده وداعمه لرئيس الحكومه. وانا وهذا ما قالوا لي حتى في الجلسات معاهم البارح برك نحكي مع وليد جلاد هوني في الحمامات، قعدنا نحكي وحكى لي دو اج سيزيد وحكى لي حتى نهار الاثنين مش موضوع على شنو باش يعنوا، وقال لي بالفم المليان ودون معناتها تخفي ولا حتى شيء، قال نحن كتله داعمه لرئيس الحكومه سيد يوسف الشاهد.
هنا لانه لعب الطرح سامحني في الكلمه الطرح كل باش تعمل في البرلمان راهو مثلا حتى مصير الحكومه تو نتحدث على مصير الحكومه وانا هنا نوافق سي سمير واي حديث تو نحكوا على تحوير وزاري عميق ونحكوا على تغيير رئيس الحكومه واحنا ماشيين خلال اقل من 14 انا في تقديري دخلنا الزمن الانتخابي في تونس تو في تونس احنا اون بلان كنا مع بعضنا اون بلان كومباني الكتورال دونك هذه اللي لازم نقول دونك الاصلح والذوق السليم سامحني في الكلمه يقتضي ان الحكومه تستمر لكن طبعا عليها بايقاف المروجين ثم مواطن من نجموش احنا نستمر لكن ثم مواطن خلل ما حش نجم نتعايشوا معها وانا الخوف كل الخوف التونسي يولي طبع مع الظواهر هذه التونسي يولي طبع مع قصان الماء مع فقدان الدواء مع بنزرت اللي هي احسن مدن الجمهوريه التونسيه غارقه والناس ما تلقاش حتى باش تشري باقيات غاديك الله اعلم بها والصور تدل على ذلك اذا المطلوب توا في تقديري هو اعاده التوازن للمشهد السياسي والمطلوب حد ادنى من الاستقرار الحكومي وهذا رأيي معناتها أرى أن البلاد اليوم في حاجة إلى حد أدنى من الاستقرار الحكومي مع إصلاح مواطن الخلل في الحكومة الحالية والذهاب إلى الانتخابات والإعداد لها وأنا مشني مع الناس اللي يقولوا أن السلطة تستقيل ونجيبوا حكومة معناتها لا لون ولا طعم وما نحسبوش وغدوا شكون باش يحاسبني يعني كنت تحطني أنا رئيس حكومة تو مهدي جمعة راح حسبناش ونحن ياكم جا نقز جا مش يلعب في دور أخر ولا عنده بديل أخر إذا المطلوب هو الاستقرار السياسي وهنا أنا أرى الأحزاب السياسية التي دعت للاستقرار السياسي هي محقة في ذلك مثلا وأكثر حزب هو الحقيقة دعا للاستقرار هو حركة النهضة لأنه عندهم قراءة حقيقية وقراءة أنا أتفق معها في أنه أوضاع البلاد الآن تتطلب حد أدنى من الاستقرار السياسي. جسمه سمير عبد الله في ظل هالصراع بين القصبة وكرتاج 2019 وباردو أي مصير لأولويات التونسي اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهور الدينار الاحتياطي العملة الصعبة وين؟ يعطيك الصحة سي سال أفري كيستيون هذا هو السؤال المركزي اللي يلزمه معناه يطرح التونسي المواطن العادي توا في التاكسي واللي في الكار واللي في المترو واللي في الترام واللي في الدار واللي في الخدمة اش يهمه من هذا الكل معناها توا سباق معناها سابق لأوانه توا عنده عامين من اللي تسمى راهو شاهد بدات هذه دونك كانديدا بريزيدونسيال شوف مشاكل المواطن اللي حكينا عليها من اول البرنامج من اول الصحة هي حكاية الفيضانات حكاية الطرقات حكاية البيئة حكاية الزبالة حكاية البطالة اللي قاعدة تقوى الهجرة السرية مازالوا ينتشلوا في جثث جديدة في قرقنة طب متاع الهجرة متاع الحرقان متاع قرقنة الإرهاب اللي مازال يهدد الجيوب يهدد استشراء الفساد حدث معناها ان كونسير كي غونغريني تو لي سيكتور وانا نعرف معناها ناس تجيني حرفاء صدقني ما تنجم تعمل حتى شيء تبدا عاجز معناها مافيات وهيكله انستيتيوناليزي اخترقت كل شيء وتمكنت بلغه التمكن تمكنت من الجهاز معناها تصور شفتها البارح في الليل على شبكة التواصل الاجتماعي في السود بحذا بن قردين وعلى راس جدير البوابة متاع راس جدير معناها اكمين ودي كتكت بمعبية بسلاح وطعقه ولا وجود للسلطة داخلة خارجة لا وجود للسلطة قريت اتفاقية ما بين بلدية في الجنوب باش ما نعاودش نسمي البلاد يقول لك شبيه مركز علينا تعرف ما حساسية اتفاقية مبرمة مع مقاطعة ليبية تعرف في ليبيا لا فما لا دولة لا فما لا سلطة في تبادل تجاري وتمثيل دولة في دولة لا اتفاقية دويلة في مع دولة دو 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 دويلة بلدية الكرام يقول لك ما صحاش على كونتراكتات كذا فهمتني هاي جاوبتها بلدية أريان البارح قالت مرحبا بهم انساء نتاع الكرام اللي يحبوا يتزوجوا بأجانب من غير المسلمين يجيو يتفضلوا لبلدية أريان ونعمل لهم تعريف سبيسيال نتاع معاليم كل بلدية ووطن إمارات إمارات مش إمارات المتحدة إمارات معناها لا وش خصك جينا الإمارات عندنا برشا دويلات إمارات الداعشية بالمعنى الداعشي بالمعنى هذه راهو تفتيت للدولة وضرب للدولة هذاك عليها نقولوا يوسف الشاهد وكذا إلي تونتران دو جيري لانجيرابل البلاد نتاعنا أختي إيمان إيتان غوفرنابل تجيبش ماكرون تحطه في القصب والله لا يكمل 24 ساعة لا سي انغوفرنابل
خاطر مش مساله تو ظاهريا فما القصبه وقرطاج وبارده ذي في الدستور، ولكن في الخفاء دوخ كان تشوف شكون يحكم، شكون يحكم اللوبيات هذيا، مجموعات الضغط والمافيات اللي قاعده تحكم. مافيا تحكم في البلاد، فما مافيات تحكم، هذا الكل كله اقرا تقارير بتاع هيئه مقاومه الفساد، مافيات تحكم وما نجم حتى حد يواجه، وفي كل مجالات الحياه هذا واقع نلبسه فيه، واقع يعيش فيه المواطن التونسي. كنا نحارب في عصابه نتاع طرابلسيه، توا عندك مئات الالاف من طرابلسيه او الاف باش ما نضخمش معناها الـ 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 العدد، يعني ضروره الان شوف الاستحقاق الانتخابي مشروع، الطموحات السياسيه نتاع الناس الكل مشروع، لكن راهو من هنا ل 2019 فما قضايا قاعده تتفاقم، البطاله انهيار الدينار، الرصيد نتاع العمله الصعبه طاح من مش لبر بسيكولوجي، طاح تحت 70 عمري تحت 69 و68 يوم، وتساؤلات وين فلوس السياحه، وقلنا عملنا موسم استثنائي نورمالمون الرصيد يزيد مش ينقص، تصدير كيف شوف. تحدثنا عن تصدير استثنائي في الزيتونه في الدقله، احنا قدام لوحه سورياليه سورياليست تو، من ناحيه عندنا موسم سياحي واحد والوتله معبيه، في المقابل نلقى دي رونتري اون دوفيز فماش ويني. لا اليوم حكينا عليها صباح انا ويني وين هي؟ اقرا تقرير البنك المركزي انه سير انترنت شوف الرونتري دو ما هو الفساد خلى زاد حتى التوانسه الموجودين في المهجر السنة ما دخلوش فلوس، هذه معناها معناها هذه حسابات مفتوحه برا تاع دي تور اوبيراتور من غادي لغادي، وهذا راهو في الكود دي شونج ممنوع جريمه، تعرف انت مقيم بتونس وعندك حساب البرا جريمه وهذا ممنوع، مع هذه من التساؤلات لان قطاع السياحه ممول اساسي لخزينه الدوله وخاصه البنك المركزي فيما يخص معناه الرصيد من العمله الصعبه الماليه العموميه. ما نحكيوش على الفقر اختي العزيزه، ما نحكيوش على السبيطارات، ما نحكيوش على قفه المواطن، ما نحكيوش جدايه جايه رونتري بعد عيد بعد عروسات بعد صيف، راو شوف التونسي وقل له شابو با كيفاش عايش، والله مناضل كبير مع اجواء الاحباط مع اجواء الياس، والتونسي قاعد يقاوم، يقوم الصباح ويخرج ويناضل على قوته وعلى رزقه بالحرق، راهو سي اكسترا اوردينير، سي اكسترا اوردينير انه التونسي الفي في وضع تستحيل فيه تقريبا الحياه، رامبو تونسي منظر بالذات. الحقيقه الخلاصه في كلمه واحده، ضعف الدوله ايمان، وضعف الدوله واستضعاف الدوله لدو، الدوله ضعفت ومؤسساتها ضعفت وتم استضعافها. اللي حصل تعرف شنو الانتقال اللي حصل بعد 14 جانفي وتو، قبل 14 جانفي وقبل كان قبل الثوره كانت الدوله قويه، وكانت يحكوا حتى علماء الاجتماع يحكوا على دولنه المجتمع، معناتها الدوله مهيمنه على المجتمع، قابضوا على انفسهم، معناتها اللي حصل الان هو اصبحنا نتحدثوا على انه المجتمع هو غلب الدوله، معناتها باش نفسروا للعباد تم استضعاف الدوله من طرف الناس، معناتها طبعا هذا من يمشي الدوله لانه الدوله هو ستان كونترا سوسيال، عقد اجتماعي هو والوحيد الذي يمتلك شرعيه ما يسمى بالعنف الشرعي كما يقول ماكس فيبير هو الدولة. لكن اليوم لا، احنا نحن نتحدث على غير ذلك، دونك ضعف الدولة، ضعف مؤسسات الدولة هي، وهذه الحقيقة راهو زيد باش نقولها مهم جدا، راهو ايمان ونعاود ونكرر ونقول انه بعد الثورات وبعد الانتفاضات الكبيرة أول حاجة تضعف هي تضعف الدولة، راهي المؤسسات الرسمية اللي مشكلة هي تضعف، لكن على التونسيين اللي هم يتعاقدوا على التعايش المشترك على حسن إدارة الخلافات اللي ما بينهم وكل شيء والتعايش، يفترض سمحني دولة قوية يبرر تواصل استضعاف الدولة. لا أنا قلت لك، فسرت لك لا أنا شوش أنا الحل هذه من أثاره كمحامين أعرف شنو نختم معك بالمطلوب سمير سمحني ونعطيك حاجة راو فما ارتفاع مهول لنسب الجرائم البراكاجات في وضع النهار في سمير، انا قلت السرقات في القايمه، انا نحط القتل لاسباب معناها تافهه على بورتابل، القتل لجميع عائله، واحد يقتل مرته واحد وبعد يهرب، شوف هذا ما يبررش
مش قاعد نبرر، انا قاعد نحلل حاجه اخرى. راهي فتره الانتقال الديمقراطي قالوها الملاحظين اجانب راهو، وجاوا خبراء من تجارب نتاع امريكا اللاتينيه وافريقيا الجنوبيه واسبانيا اللي مع وقت فرانكو واستبداد. ايش نقول لك؟ راهو الاستبداد اللي عشناه من بورقيبه البن علي قطره من بحر، كيف تحل تاريخ اسبانيا مع فرانكو وتحل تاريخ في امريكا الجنوبيه مع بينوشي، معناها الناس دي فاشو. احنا شنو؟ سيتي ام تي ديكتاتور، فهمتني؟ ام تي ديكتاتور مي حقق بون عمل ام تي ديكتاتور شنو؟ شويه جرايد وفش عجل تحمل همامي ودرا شنو وكذا. لا 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 سامحني سمير، لا 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 عاد عمل سمير. نقول لك حاجه سمير، نقول لك تعذيب وكلام جامعي، لا مش مقارنه. انا قارنت تجارب الاستبداد، فهمتني؟ شوف حتى اللي عاش اللي عاش والمس الفتره نتاع الاستبداد واللي تمارس عليه التعذيب وتمارس عليه، راه كيما بن علي كيما بينوشي يقول لك. كيف تقرا تجارب على خاطر عملوا تجربه انتقال ديمقراطي في المغرب مع الملك الجديد بعد وفاه معناها ابوه، وتشوف اللي صار في مع عائله افقير ومع المحاوله الانقلابيه نتاع السخيرات، وقريت راه مذكرات وقريت تكتب شيء اقوى من الخيال. لا حتى في تونس 27 عام قعدوا في اقامه جبريه شوف إيمان، أنا راو هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ويتعذبش مواطن واحد. هذا مرفض، هذا مرفض. أنا نحكي على مقارنة ما بين تجارب نتاع انتقال ديمقراطي. باش نرجع للفكرة نتاعي، طالت إلا بليس كو دوري، معناها توا عندنا 8 سنين نورمال ما راهو عندنا مؤسسات مستقرة، واستقرت الديمقراطية ديمقراطية ناشئة، وخاصة استقرت مؤسسات الحكم وتكون فما دولة هي اللي ترمز لسلطة القانون، والقانون هو الذي يعلو ولا يعلى عليه. هو صحيح سمير، انا نقول لك حاجه، انا قبيله راهو ما خلتنيش نوصل للفكره بالباهي. انا فسرت، اسمح، فسرت لك السياقات نتاع ما حصل في بلادنا وما قاعد يحصل. طبعا انا نتفق معاك انه 8 سنين الناس طالت الفتره والناس فدت، سامحني او بالتونسي نحكوا، الناس فدت معناتها وهامش معناتها والقضايا اللي صارت ما تحلتش تقمت، اللي زادت اكثر. اما ربما تقع انتكاسه، وانت تو ما نقعدوش تو ما عادش عندنا وقت نحكوا على تاريخ ثورات والانتكاسات فيها كل شيء، لكن كل بلاد ورطالها كيما نقولوا فيها. اي تم اي تم بيان سور برشا مكاسب، كل بلاد ورطالها. انا اعتبر انه اليوم مثلا تونس بلادنا والمجتمع التونسي وطبيعتنا، ثقافه المجتمع التونسي وطبيعه السوسيولوجيا، نحن مجتمع منسجم راهو. حتى كتشوف الجماعه اللي يخرجوا تحكي فارغه، انت كنت تعيش في لبنان وريت لا سوسيتي موزايك كنت تعيش فيها كل شيء، تحكي الحكايه فارغه. لا المقارنه لا وجه. اي لا اي ما حبيت نقول لك اي صحيتي، حبيت نقول لك ان احنا سوسيولوجيا مجتمع واحد يومي، اثنيا وثقافيا حتى جغرافيا، حتى جغرافيا ما عندناش اكبر حاجه هو الشعبي بركه، ومن بعد كنا نشوف المنبسطات في السهول وكل شيء، والبلد في السهول سهل حكمه وسهل ادارته. المشكله انه الدوله توا والناس اللي حكموا الحقيقه بعد، انا عندي خيبه امل كبيره ياسر من الناس اللي جيت حكمت بعد انتخابات 2014، خيبه امل كبيره جدا. انا كنت اعلق معناتها امال كبيره على انه بعد الانتخابات تاع 2014 ووصول رئيس الباجي قائد السبسي ووصول حد ادنى من السلطه ومنتخبه وعندها شرعيه، كنت اعلق عليها امال لانه تحدث نقله وتستعيد الدوله عافيتها، لكن للاسف بعد 4 سنوات ما حصلش هذا. نحب نختم قبل ما نشكركم بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي حذر وضعيه حرجه في بنزرت، الامطار وصلت 105 ملم دونك، والوضعيه دقيقه، الامطار غزيره، تساقط برد ودرجه انذار عاليه، بربي ردوا بالكم، حذر مطلوب خاصه في الطريقين السياره تونس بنزرت وتونس الحمامات، دونك ردوا بالكم واحده واحده، طريقه سليمه وربي يحفظ بلادنا. شكرا لك ناشط الحقوق سمير عبد الله، شكرا.